هي كتابين. كنا فين؟ كنا عند الجملة كنا في اشتريت كتابين. كتابين. ماشي. نعم، كتابين منصوب علامة نصب الياء. طيب هنحط هنا، المفروض ان هنحط مفعول به. طالما هنحط مفعول به ومثنى، يبقى احطه فيه ياء ونون ولا الف ونون؟ احط فيه ياء ونون. ونون. يبقى اقول اشتريت كتابين، اللي هي اول واحده كتابين، عشان تبقى مفعول به منصوب علامه نصب الياء لانه مثنى. طيب تعالي عند الجمله اللي بعدها، يحب الناس. انت هنعرب الاول علشان نعرف احنا هنحط فاعل ولا مفعول به. دي جمله فعليه، يحب فعل مضارع. مين اللي بيحب؟ الناس. يبقى الناس اعرابها ايه؟ فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. وعلامة رفعه الضمة. طيب يبقى انا عايزه احط في النقط كلمه تكون مفعول به، بس بشرط برضو في نفس الوقت تكون جمع مؤنث سالم، زي ما هو كاتب لك على الشات كده، ان انا عايزه احط كلمه تكون جمع مؤنث سالم. المخلصين. انا بقول جمع المخلصات مش مؤنث المخلصين. سالم، جمع مؤنث سالم المخلصات. بقول المخلصات، اللي هو جمع مؤنث سالم، كل جمع انتهى بألف وتاء. يبقى اخد اختار كلمة المخلصات. ركزي في الاختيار علشان لا اما صح لا اما غلط، الاختيار ده ما فيهوش حاجة تانية، فركزي. ولو جايب لك حاجة إضافية بعد بعد القوسين كده، ركزي هو طالب منك ايه. طيب يزرع نقط القمح، برضو دي جملة فعلية. الفلاحون. يزرع الفلاحون. نقط القمح. يزرع فعل مضارع، بس مش هدع. انا عايزه احطها الفلاحون لانه طالب جمع مذكر سالم. مش انا مش هكمل كده، اسمعيني عشان زمانك يسمعوا. يزرع، انا قلت نشوف الكلمه اللي عايزه احطها فاعل ولا مفعول به. لا انا عايزه احط فاعل. مين اللي بيزرع؟ القمح اللي بيزرع؟ لا اكيد حد اللي بيزرع القمح. الفلاح. طيب خلي بالك انا عايزاها فاعل، بس في نفس الوقت بتكون جمع مذكر سالم، يبقى انا جمع مذكر السالم وفي حاله رفع يبقى يزرع الفلاحون. فلاحون. يزرع الفلاحون عشان تبقى فاعل مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. يبقى اخترت كلمه الفلاحون، يبقى يزرع الفلاحون القمح. طيب الجمله اللي بعدها، يعلق الاطفال الزينه. حولي الجمله الفعليه السابقه الى جمله سهله خالص. هنحول الجملة من اسمية من فعلية لا فعلية. طيب هقول الأطفال يعلقون، خلي بالك بقى الزينة. هنا يعلقون الزينة. فعل. أنا قلت لك الفعل في أول الجملة، لا يثنى ولا يجمع، ولا يجمع. لكن يجي في نص الجملة أثنيه أو أجمعه حسب الجملة اللي عندي. هقولها تاني، الفعل في أول الجملة لا سنيه ولا اجمعه، ما ينفعش ولا سنيه ولا اجمعه لما يجي في اول الجمله، لكن لما يجي في وسط الجمله اسنيه او اجمعه حسب الحاله اللي عندي. يعني هنا انا عايزه ايه؟ اعمله احوله جمع، اخلي الفعل جمع، يعني اقول الاطفال يعلقوا الزينه، يبقى خليت الفعل جمع ليه؟ عشان عندي الاطفال جمع، فانا لازم اخلي الفعل يتماشى مع الاسم اللي عندي، يبقى الاطفال يعلقوا الزينه. خليت الفعل جمعته ليه؟ عشان هو جه في نص الجمله. الفعل لما يجي في وسط الجملة. طب هو انا ليه ما قلتش الاطفال يعلقون؟ يعلقوا او يعلقون الاثنين هيبقى صح. اكتبيها الاطفال يعلقون الزينة. خلاص؟ الاطفال يعلقون الزينة هتبقى برضو صح لو حطيتي فيها النون. خلاص؟ طيب يبقى احنا ناخد بالنا بس من النقطة دي، ان الفعل في اول الجملة لا يثنى ولا يجمع، لكن لو جه في وسط الجملة يثنى ويجمع. تعالي عند السؤال اللي بعده، يجتهد التلميذ المجد في دروسه. حول الجملة السابقة للمثنى المذكر مرة وللجمع مرة. هو طبعا الجملة مذكرة، فأنا هحولها مرة للمثنى المذكر ومرة لجمع الإيه؟ المذكر. طيب لما أجي أعملها مثنى، قلت الفعل في أول الجملة لا يثنى ولا يجمع، المثنى، يبقى هقول يجتهد التلميذان. يبقى يجتهد التلميذان المجدان في دروسهما. المجدان في دروسهما. اجتهد التلميذان المجدان في دروسهما. اسمعي الإجابة الصح. يجتهد التلميذان، آخرها ألف ونون عشان تنفع المرفوع بالألف لأنه مثنى. المجدان برضه دي صفة بتوصف في دروسهما. في دروسهما. قلت ما تجاوبيش عشان انت ملغوشه خالص على صوت زمان، ما تجاوبيش لو سمحت، في سر، سر مع نفسك. يجتهد التلميذان المجدان، الاثنين فيهم الف ونون،
في دروسهما، آخرها ميم ألف، في دروسهما. خلاص. طيب كده أنا عملتها مثنى، تعالي بقى نعملها الجمع مرة. أقول يجتهد، برضو الفعل مش هسنيه ولا أجمعه، يجتهد التلاميذ. بقت هنا الجمع ده، التلاميذ ده جمع نوعه إيه؟ تكسير. جمع تكسير. جمع تكسير، برافو عليكي، جمع تكسير. جمع تكسير. تكسير. يجتهد التلاميذ المجدون. التلاميذ المجدون. طب المجدون دول جمع نوعه إيه؟ جمع مذكر سالم. برافو عليكي، جمع مذكر سالم. في دروسهم. ينفع يا ميس جمع مذكر وجمع تكسير يجوا مع بعض؟ دروسهم. معيني ينفع جمع التكسير وجمع المذكر يجوا مع بعض في جملة؟ اه ينفع جمع التكسير وجمع المذكر يجوا مع بعض في جملة، بس المهم يكون اعرابهم صح. يعني اقول يجتهد التلاميذ بقت جمع تكسير المجدون في دروسهم. في دروسهم. خلاص. هقولها تاني ولا سمعتيها؟ يجتهد. ايوه ماما يا لهوي على الواليه. لا يا بنتي اللي بتتكلمي هقفل الصوت عنك خالص. يجتهد التلاميذ المجدون في دروسهم، اخرها ميم بس. خلاص كده. طيب صوب الخطا في الجمل التاليه. صوب الخطا في الجمل التاليه يعني في حاجه غلط في الجمل فانا هصلحها. يزرع الفلاح الفلاحين الحقل، دي جملة فعلية، واللي بقى يزرع فعل مضارع. يزرع الفلاحون. طيب طالما يزرع فعل مضارع يبقى أكيد مين اللي بيزرع؟ الكلمة دي أكيد فاعل، وطالما هي جمع يبقى هيبقى جمع مذكر، وفي حالة رفع يبقى هيقول الفلاحون عشان تبقى فاعل مرفوع علامة رفع الواو. يزرع الفلاحون الحقل. عشان تبقى فعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، يبقى يزرع الفلاحون الحقل. خلاص كده؟ يبقى كلمه الفلاحين بدل ما هي الفلاحين هتبقى الفلاحون عشان تبقى فعل مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. طيب قال الرجلين الحق، قال فعل ماضي يبقى اكيد الكلمه اللي بعدها هتبقى فاعل. طب هو الرجلين دي مثنى ولا جمع؟ مثنى، بس انا عايزاها في حاله رفع. في حاله رفع الرجلين هتبقى فاعل. بقول قال الرجلين الف ونون الحق، اللي بتشخبط عشان بتشخبطة لإما أقفل الحصة ومش هخلي حصص عربي تاني تطلع معاكي علشان أنت مش ملتزمة معايا. إحنا طالعين عشان نعرفك طريقة الامتحان. اللي بتشخبط على الشيت انسحي الشخبطة اللي أنت عملتيها. مش طيب. ممكن سؤال؟ قولي. مش ممكن سؤال؟ قولي بسرعة. طب هو قال ده فعل ماضي، لو جالي مثلا في الإعراب هقول له فعل ماضي بس ولا هقول له فعل ماضي ايه؟ انت مش مكرر عليك اعراب فعل ماضي بس، فعل ماضي بس وفعل مضارع بس. خلاص، عشان اعراب الافعال دي لسه هتاخديها لما تبقي في سنه يس. وفعل امر بس كمان صح؟ يس. فعل امر بس. فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. لما انا اجي اعرب، لما انا اجي اعرب اللي هو التاء الفاعل او التاء المؤنث، اعرف منين ان ده تاء الفاعل وده تاء المؤنث من التشكيل لما كانش كاتب لي تشكيل من الكلمه اللي بعدها. لو الكلمه اللي بعدها في يعني مثلا كتبت تو انا اللي كتبت الحاجه دي يبقى انا اللي عملت الحاجه دي، بدي تاء فاعل كتبت تو. خلاص. لكن لو اقول قرات التلميذه، طالما قرات التلميذه دي مؤنثه والفاعل في جه تاء يبقى دي تاء تأنيث. التلميذة مؤنثة وجي فيها والفاعل فيه تاء، الفعل فيه تاء يبقى دي تاء تأنيث. ماشي؟ طيب لا يعني لو جالي زي خلاص هقول لك في الآخر عشان الوقت هيقطع علينا، الوقت هيخلص، فركزي بس الحق أخلص معاكي الشيء. أنا قلتها في الأول وقلتها دلوقتي. لا على فكرة هيقطع دلوقتي. طيب يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية حيث يتعرف تاريخ بلاده، تخلص العبر من سير العظماء. برضو ده من درس حب الوطن. هيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى يستخلص، كلمة يستخلص معناها إيه؟ يستنتج. يستخلص العبر يعني يستنتج العبر. يستنتج. طيب مفرد العبر. العبر مفردها العبر اللي هي الكلمة العبر اللي في النص. خلاص. العبر نقط
العظماء العظماء مضبها الجهلاء ولا الفقراء ولا الحقراء 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 اسمعيني وبطلي كلام الحقراء وبطلي كلام طيب كلمة أمير فين كلمة أمير في القطع عندنا فوق بص كده لو بصيتي في القطع هتلاقي كلمة أمير فوق اهي عندك مكتوب يهوى أمير لما أجي أعرب كلمة أمير مين اللي بيهوى أمير يبقى أمير أعربها إيه داعي المرفوع علامة رفعي طبعا يبقى اختار كلمة فاعل طيب تعالي عند كلمة عبر كلمة العبر تعرب أدي عندك العبر فوق هي ويستخلص العبر هو مين اللي بيستخلص أمير يبقى في فاعل هنا ضمير مستتر مستتر يعني مستخبي مش موجود أمير يبقى الفاعل هنا ضمير مستتر يبقى يستخلص هو العبر طيب يبقى كلمة العبر أعربها إيه مفعول به منصوب مفعول به مفعول به يبقى كلمة العبر تعرب مفعول يبقى إحنا لما يجيب حتى في القطعة فوق ويقول لك أعربي بص في القطعة عشان تعرفي تعربي واسألي نفسك مين اللي عمل الحاجة دي عشان تعرفي فين الفاعل لأن يعني الفاعل زي ما انت شايفة هنا كده الفاعل ما كانش موجود يستخلص العبر مين اللي بيستخلص هي العبر اللي بتستخلص لا يستخلص هو العبر ففي فاعل هنا ضمير مستتر يعني مش موجود معانا فالفاعل هنا ضمير مستتر يبقى ما ينفعش أقول على العبر إن هي فاعل أقول عليها مفعول به فركزي وانت بتعربي طيب كلمة سير اسم مجرور تعالي نشوفه كده فين سير اهي من سير العظماء سير هنا اقول عليها اسم مجرور وعلامه جره ايه الكسره ولا الفتحه ولا الياء هو اسم طبعا جمع تكسير عشان كده هعربه اسم مجرور كسره الفتحه بيجي مع مفعول به بس اسمعيني بس من غير تعليق يبقى اسم مجرور وعلامه جره الكسره لان الكسره علامه جر الاسم الجمع التكسير فكلمة سير جمع تكسير طيب تعالي عند السؤال الأخير اللي هو استخرج من الفكرة السابقة ما يلي جمع مؤنث سالم عشان نستخرج جمع مؤنث سالم اطلعي عند القطعة تاني وبص في القطعة فين جمع المؤنث السالم الموجود في القطعة هي كلمة واحدة الموجودة عندك كلمة الدراسات اللي هي الكلمة دي هي الوحيدة الموجودة تميس ايه مفرد الدراسات كلمة الدراسات جمع مؤنث سالم كل فعل كل كلمه اولها او الف وتاء هي دي جمع مؤنث سالم طيب عايزين تمييز ايه مفرد الدراسات دراسه طيب فعل وبين نوع عايزين نستخرج فعل عندك كلمه يهوى فعل مضارع عندك كلمه يستخلص فعل مضارع عندك كلمه يتعرف فعل مضارع فاي فعل من ده هتجيبيه وهتقولي نوعه وهتقولي فعل مضارع طبعا لو كان فعل ماضي هتقولي بس هم عندنا الافعال الموجوده عندنا هنا كلها فعل مضارع فانت هتقولي نوع الفعل فعل مضارع طيب عايزين جمع تكسير مش في ناس عمالين يشخبطوا سير بص في القطعه عشان نستخدم جمع تكسير العظماء لا اما كلمه العظماء لا اما كلمه العبر العبر لا اما كلمه سير زي ما احنا لسه قايلين الثلاثه دول جمع ايه تكسير تكسير طيب. نخلي البنت اللي بتشخبط تبطل شخبطه البنت اللي بتشخبط عشان تبطلي شخبطه لو سمحتي لا تحت تعالي بعد كده السؤال الاخير اللي هو اكمل بما هو مطلوب بين القوسين البنت اللي بتشخبط شيلي الشخبطه من على الشاشه وخليكي معايا احنا مش طالعين نهزر والله مش طالعين نهزر ولا بتضيعي وقتك ولا وقتي لو سمحتي التزمي شويه اكمل بما هو مطلوب هنا بيقول لك برده حطي المطلوب بين القوسين اللي هو حطي جمع تكسير عشان احط جمع تكسير لازم انا اعرف الاول اعراب الكلمه اللي انا هحطها لما اقول شارك مين اللي شارك يبقى انا عايزه احط فاعل ولا مفعول به لا عايزه احط فاعل لا فاعل طيب انا عايزه فاعل ويكون جمع تكسير يبقى اقول ايه شارك نقط في الحفله اقول شارك إيه؟ الاصدقاء شارك الاصدقاء شارك الاصحاب شارك الاولاد يبقى كل دول جمع تكسير طبعا انت تختاري كده شارك الجيران شارك التلاميذ كلها صح لان كلها جمع تكسير يبقى تقولي شارك الاصحاب الاصدقاء او التلاميذ
دارك الباء. جمع تكسير، فكده يبقى احنا اخترنا الاجابه الصح او حطينا الاجابه الصح. طب يعمل نقط في نشاط، عايزين نحط جمع مذكر سالم. الفلاحون. بس دي اخر صفحه. الفلاحون يعمل. يعمل الفلاحون. مين اللي هيعمل؟ يعمل الفلاحون في نشاط. الفلاحون في نشاط. معيني الكلمه اللي احطها هنا لازم تكون فاعل، طالما هتبقى فاعل وانا عايزاها جمع مذكر يبقى لازم يكون فيها واو ونون عشان هتبقى اربع فاعل مرفوع لما ترفعوا الواو لانه جمع مذكر سالم. يبقى اقول يعمل الفلاحون. الفلاحون نشاط. طيب أو ممكن يعمل أو المعلمون. يعمل المعلمون، برافو عليكي، برضه ينفع كلمه المعلمون، يعمل المعلمون في نشاط. طيب ينفع اقول يعمل الاطباء في نشاط؟ لا ليه؟ عشان هو عايز جمع مذكر سالم. ايوه عشان هو عايز جمع مذكر سالم والاطباء جمع تكسير سالم. وانا طبعا كلمه الاطباء دي عندي جمع تكسير فما ينفعش احطها، يبقى انا بحط كلمه تتناسب مع اللي هو عايزه. اقول يعمل المعلمون او يعمل الفلاحون، الاثنين دول صح ينفع. خلاص طيب تعالي عند الجمله اللي بعدها، اشتريت، اللي كانت بتسال على تاء الفعل وتاء التانيث. لما اقول اشتريت انا اللي عملت الحاجه دي يبقى انا اللي فعلت الحاجه، يبقى ده تاء فاعل. اشتريت. طيب اشتريت نقط جديدين، معنى ان انا عندي فعل، معنى ان انا عندي تمييز. تسمعي ايه ولا ايه؟ لما بيقول في الفعل بقى بتاع التأنيث وتاء الفاعل بيحط التشكيل بتاع الضمه ولا ساعات في الامتحان بيحطه لك، في الامتحان هيحطه لك وساعات مش هيحطه. المفروض انت بالمعنى اشتريته ولا تقول اشترت؟ ازاي اشتريته؟ يبقى فعل وفاعل، عندي فعل وعندي فاعل، يبقى انا عايزه احط ايه في النقط؟ مفعول به ومثنى في نفس الوقت، يبقى هيبقى فيه ياء ونون ولا الف ونون؟ لا ياء ونون. يبقى اقول اشتريت كتابين جديدين، احط ياء ونون، او اقول اشتريت ها قصتين جديدتين، بس ما ينفعش قصتين عشان دي مؤنثة. طيب قصتين جديدتين. لا قصتين احنا عايزاها مذكر. مش هينفع. ايوه ما انا بقول لك مش هينفع، انا بقول لك كلمة قصتين، لو حطيتي قصتين هتبقى غلط. مش هينفع. ايوه. عشان دي كلمة جديدين دي مذكرة، لكن كلمة قصتين مؤنثة، يبقى انا اقول لان مفيش دي. كتابين جديدين، يبقى ما ينفعش احط كلمة قصتين. كتابين. خلاص كتابين جديدين. جديدين. كتابين فيها ياء ونون وجديدين فيها ياء ونون. طيب مش انا ممكن اقول بدلها قميصين او قميصين جديدين، ينفع برضو طالما هي مذكره. يعني كلمه ايه مثل احنا مثلا نقول قميصين جديدين لان احنا فوق صح قلنا كتابين. طيب لو قلت كتابين صح، لو قلت قميصين صح، الاثنين صح. مين في حد عمال يتخبط؟ سيبك من اللي بتشخبط دي، دي واحده مهمله مش عايزه تستفيد، هي حره. طيب يفهم المؤمن معنى التسامح، اجمع كلمة المؤمن في العبارة السابقة. عايزين نجمع كلمة المؤمن، طالما هجمعها يبقى هجمع الفعل في الأول. أنا قلت لا يفهم المؤمنون معنى التسامح. لا يفهم المؤمن. يا ريت تسكتي وتجاوبي في سرك واسمعيني عشان أنت كده بتلغوشي على زمان. اجمع كلمة المؤمن، أنا هجمعها طبعا بس مش هجمع الفعل عشان الفعل جه في الأول. يجمع لا كلمة اجمع الجملة يا أول. يفهم المؤمنون معنى التسامح. طيب ايه قلت كلمة المؤمنون وما قلتش المؤمنين؟ عشان دي فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر ثاني. لأن المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفع الواو. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. يفهم المؤمنون معنى التسامح. فكده انا جمعت الجمله جمع مذكر سالم وكتبتها صح. طيب احنا بعد كده ان شاء الله في الحصص اللي جايه هنراجع معاك القصه، بس عشان الوقت بتاعنا النهارده مش هيسمح فما فيش قصه، بس طبعا القصه هتيجي معاكي في الامتحان. هنعمل ميس هتجيلي اسئلتها اختر برضو. القصه برضو اسئلتها هتيجي عباره عن اختر. ميس هتيجي قصه العربي خلاص. طب ميس هو ليه كل الاسئله في الامتحان هتبقى اختر؟ ميس ممكن تجي اختر او اكمل او صح وغلط. صح سهلوا عليكي علشان ليه كل اسئله الامتحان هتيجي اختر؟
كل الاسئله هتيجي اختر علشان تبقى سهله، بس عشان وقتنا محدود وعشان عايزين نبدا الترم الثاني، فعشان يسهلوا عليكي بس. ميس بس قصه العربي هتيجي في الامتحان. ايوه أكمل. هتيجي اكمل برضو، كل حاجه هتيجي اكمل او اختار، ما تقلقيش، بس انت تذاكري طبعا كويس. فمن الحصه الجايه ميس سوزان هتبقى معاكم ان شاء الله، وهتراجع معاكم صح وغلط. صح ميس هيبقى ممكن يجي صح وغلط او اكمل في اجازه. بس لكن مش هتيجي اسئله عاديه، لا مش هتيجي اسئله مقاليه، يعني مش هيجي سؤال طويل يقول لك جاوبي. بس في اسئله تانية في الشيت ده، مش هتيجي. خلاص احنا خلصنا الشيت كده. مش في اسئله تانية للشيت؟ لا مفيش اسئله تانية للشيت ده كده. مش سوزان هتبقى معاكم الحصه الجايه ان شاء الله. خلاص كده نخرج، يعني خلاص يا ميس كده نخرج. ميس ممكن سؤال؟ خلاص الميس خرجت يا يوسف. سلام سلام. ميس